شركائها وخاصة في شراكة مع وزارة الثقافة والاتصال وبدعم جماعة سلا ومجموعة من فعاليات المجتمع المدني الذين كذلك له تراثهم في المول منطقة إبن تالوت وكذلك الإخوان والأصدقاء بإنسكان تشيرا حاضرون في الاستعراض اليوم السبت. الندوة عبارة انفتحت على الموروث والموروث الغني ثقافة الحكاية. لنا الشرف بحضور أحد رواد ورائدين الحكاية ليس بمدينة سلا فقط بل بربوع المملكة له في السن عتية يبلغ في السن 100 عامين يعني ما يناهز 60 ولا 70 سنة غير ديال الروا غير ديال الكلام. نصفقوا جميعا على كاميرا مع موبايل وهذاك الجواد نعطيكم كلام من الرصا انا ماشي عندي ولا عندي معنى شيخ كلام ولا معنى هذا ديال جواد بالتليفون راه ماشي جواد لا محمد وهيب الرئيس المؤسس لمهرجان بوجلود بمدينة سلا ونحن وانطلاقة فعالية مهرجان بوجلود الدورة 13 تحت شعار الموروث الثقافي الشفاهي مفخرة يجب الحفاظ عليه لنا الشرف بمساهمة وشراكة وزارة الثقافة والاتصال قطاع الثقافة وبدعم جماعة سلا ومجموعة فعاليات المجتمع المدني بأن يكون انطلاقة بندوة عبارة عن حفل للتراث اللامادي ورد الاعتبار لأحد الفنون الريادة وفنون الشارع ألا وهو فن الحلقة مع الأستاذ الحكواتي ياسين الرقراقي المشهور أو الملقب بالقرع. الأكيد التظاهرة مليئة بمجموعة من الفقرات وخصوصا حضور شبابي من مدينة إبن تانوت مراكش وكذلك شباب من أكادير لتحفيز شباب مدينة سلا وخاصة أبناء حي سيدي موسى للاستمرار في هذا الموروث رغم ما يقال وقيل مستمرون لأن أول انطلاقة التي كانت في 2007 اللي كانت تحت شعار اسمع صوت من لا صوت له نؤكد كإدارة لحد الآن مستمرون وقادمون ومعا من أجل التغيير وراء عاهل المملكة الشاب المنصور بالله محمد السادس تحت شعار الله الوطن الملك. هذه الحلقة بسيدي موسى تاريخ نعم سيدي وهذه الحلقة تنزل سيدي موسى باقي على البرارك ما كاين لا بني لا والو وكنت نخدمو باب المريصة وباب الخميس وهذه الحلقة كانت تراث وتنشربكم مزيان وانا تنجي لهذ الحلقة تنجي لهذ الجمادة تعجبني راه شحال من عارضين عليا ما عارضنا وسيدي موسى هو الأول والله القاسم المعظم وانا تعجبني هذه الحلقة والناس شيوخ فيها والناس زينين تعجبني السكينة زينة والحباب زينين والمستمعين كاينين والحباب اللي يعاونونا كاينين الله يخليك تنطلب منكم الحلقة راه زوينة الله يخلي الحال زينة نشوف عند الله زينة انا غنيت على الحلقة سيدي موسى زينة البلاد زينة سيدي موسى البني زين وبدو الجدال الماء والدولة في كل بلاد عيش المسكين وتمتع تماما الحلقة راه تفرح قال لك الصواب تغلب النساب قوت مرحبا تصنف الضيافة وديا الزين بسي الطرفة وطلق عبسك وشد خبزك الحلقة الهضرة على الحلقة الحلقة تفرح الحلقة لنا الدراري الحلقة عشنا الوليدات وشفنا الوجاه ومازال نشوفه إن شاء الله.